في هذه الحلقة عزيزي المشاهد نأخذك إلى مدينة مطرح. هذه المدينة بموقعها الفريد امتداد طبيعي للجغرافيا العمانية بجبالها السمراء وموانئها العريقة. مدينة مطرح لها شخصيتها المتميزة بين المدن العربية، مدينة هادئة مليئة بالألوان والحكايات الجميلة عن البحر عن التجارة. كلمة مطرح تعني مكان الرسوم، حيث يقال طرحت السفينة مرساتها بمعنى رست ووقفت، وهناك من يقول بأن مطرح دلالة على طرح البضائع. تقع مطرح على بعد ميلين غربي مدينة مسقط، ويربط بينهما الطريق البحري. على قمم الجبال الشامخة تطل قلعة مطرح على ميناء السلطان قابوس، وهو الميناء الرئيسي في سلطنة عمان. بوجود الميناء كان ازدهار التجارة وميلاد سوق مطرح تاريخا، وكما هي المدن العربية يمكنك الدخول إلى السوق من البوابات المحددة. في الجهة الجنوبية من السوق المدخل البري وطريق القوافل المحملة التي كانت تفد إلى مدينة مطرح. وهذا البناء المعماري كان أول منشأة حديثة فتحت فيها الوكالات التجارية العالمية مكاتبها قبل النهضة الحديثة لعمان. في مطرح تبدو الملامح التاريخية جلية على المدينة، متمثلة في القلعة والأبراج الدائرية في رونق وانسجام مع الجديد. فالبوابات القديمة المقامة على مداخل السوق لترتادها قوافل الإبل سابقا هي نفسها اليوم مداخل الطرق الرئيسية المرصوفة التي تقودك إلى قلب المدينة. من الأسقف بلمساتها الجميلة إلى الممرات والسلع، كل شيء يشد انتباهك وأنت تتجول بين جنبات سوق مطرح. وأول صورة تترسخ في ذهنك تعانق الأصالة بالمعاصرة وامتزاج عبق الماضي بألق الحاضر. فهذه النكهة التراثية من تداخل الروائح وتباين السلع جعلت سوق مطرح في برنامج كل زائر وسائح للسلطنة. إن سوق مطرح قد يستغرق يوما كاملا لاستكشافه وسبر أغواره، حيث إنه قد بني رفقا لخطة محكمة، فهو عدة أسواق في سوق واحد، ويقف بثقله الحضاري مع الأسواق العربية مثل خان الخليل في القاهرة والحميدية في دمشق. فالسوق هنا له قواعده ومفرداته، منها هذه العبارة مثلا: خبردار. إنها رسائل سريعة وموجزة للتنبيه قد تعارف عليها الناس بالسوق. نحن الآن في سوق الظلام بمطرح، وهو من أقدم الأسواق التقليدية في عمان. فالثياب والأقمشة هنا تباع بالذراع وبالمتر كما تباع بالجملة. فالتقاليد التجارية الراسخة كان لها دورها في حركة السوق، مما جعلها قبلة التجار والسواح على حد سواء. أزقة طويلة شديدة التعرج شأنها في ذلك شأن الأسواق الشرقية القديمة. هذا المزيج العجيب من الألوان والأصوات والروائح العطرية تؤلف مشهدا حيا في سوق الظلام بمطرح. وأصل التسمية يعود إلى أن هذا السوق في الماضي كانت لا تشرق عليه الشمس، وذلك لضيق أزقته وتعرجاته الشديدة وازدحامه بالناس والبضائع، فكان نهاره شبه مظلم. إلا أن الوضع الآن قد تغير، فمصابيح الكهرباء تنير جنباته. من الأزياء العمانية والروائح العطرية التي يعبق بها سوق الظلام نتجه إلى سوق الذهب أو سوق الصاغة. فالإنتاج هنا فن قائم بذاته، والصائغ في هذا السوق فنان محترف له صيته وشهرته، يدرك مواطن الإبداع في صنعته. وقد دأب الصاغة هنا على التفنن في هذه الصناعة، فابتكروا أنواعا وأشكالا نادرة تتسم بالدقة والمهارة الفائقة مع المحافظة على الأنماط التقليدية. وهناك تقليد قديم وقائم حتى اليوم في عمان، وهو أن شراء جهاز العروس من الذهب والملبوسات
والبخور والعطور لا يتم إلا من سوق مطرح، لذا ترى النساء يفدن إليه من مختلف مناطق وولايات السلطنة. هنا قسم آخر من سوق الصاغة بمطرح، حيث ما تزال الكثير من المعروضات الفضية والأشياء الجميلة تحافظ على بقائها وشموخها، فهذه الحرفة المتوارثة تنتقل من جيل إلى جيل، والحلي والتحف الفضية من أهم الصناعات القديمة التي يشتهر بها سوق مطرح. فالخناجر الفضية والسيوف بأشكالها الزاهية والحلي التي كانت تزين جيد المرأة والأوالي المصنوعة من الفضة الخالصة، كلها قد أصبحت تحفا فنية بديعة تنم عن خبرات تقليدية تتسم بالدقة والذوق الرفيع. لذا فإن هذه التحف الفضية تلقى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والزائرين الذين يأتون إلى السلطنة ويتجولون في سوق مطرح. المقهوي في سوق مطرح يعزف بإيقاعات تثير الطرب والنشوة في النفس، ويشنف الأذان بقرع الفناجين. على إطلالة من البوابة البحرية ما زال مقهى خوربمبا موجودا كما كان، الكراسي المتواضعة وفنجان القهوة أو كوب الشاي، فهذا المكان مقصد السائح والزائر، أجواء تستكشف بها الأمس في عالم اليوم. رائحة البن المحمص والهال وأجولة الأرز وأصناف البقوليات، كل ذلك يمكنك مشاهدته في القسم الشرقي من سوق مطرح، فإنك حينما تدلف إليه فإنما تدخل مكانا أقل صخبا وازدحاما. فهذا القسم من السوق عبارة عن مخزن كبير يمون أسواق عمان الأخرى، أسواق الولايات والمناطق المختلفة. طوابق متراصة من أجولة الأرز والطحين والبن والسكر وأصناف البقوليات في مخازن لا تبيع إلا بالجملة، فالتجار هنا قد توارثوا مخازنهم ومحلهم داخل السوق أبا عن جد. إذا كان السوق الشرقي لا يبيع إلا بالجملة، فإن هنا وعلى أطراف سوق مطرح ثمة محلات مخصصة للمواد التموينية تعرض بضاعتها بطريقة جذابة وبسيطة. في جانب آخر من سوق مطرح تفوح رائحة العطارة الشرقية، فهذه الدكاكين تبيع مختلف أنواع الأعشاب وأدوية الطب العربي، فهي كانت وما زالت تمثل الصيدليات الشعبية في السوق. لا هذه 3000 اخر ويشارك انت بريالين، هذا بريال وهذا هذا كرنت ريالي وهذا هذا بريال وهذا زين وزيد منه هذه 3 ريال وهذا 4 ريال. هذه الحوارات والمشاهد مألوفة في سوق مطرح، حيث البساطة والسماحة في البيع والشراء،
كل ذلك يدفعنا إلى أن نصغي إلى حديث هذا الرجل ونستمتع بقصته وذكرياته عن سوق مطرح. وإن كان تسأل عن السوق هنا من توقات نزل السفن في الفروة والكندل من سنغافورة والملح من إيران، ملح هذا الملح هذا السحوب والخشب والعشية كلها إلى شارع الكرنية من بنك البريطانية إلى سور الناتية. وإن كان تسأل عن هنا هذا القرنة هذا بيوت للعرب وهذا المحل اسمها الكتلة ابن حسن وعن خور بنبا نحيد هنا غاب وسوق السمك في خور بنبا ومعقل الحطب هنا إلى إمام جنبنا. وإن كان تسأل عن الأغنام تحت الكوت نادى عليه سوق الصفارين، وقد كان من أكثر الأسواق زهوا في الماضي حيث استخدام الناس للآنية النحاسية، وما تزال هنا تباع أواني الطبخ على اختلاف أنواعها وأحجامها معدنية ونحاسية، فالبعض منها يستخدم في صناعة الحلوى العمانية. وفي هذه السوق نستمع إلى قصة أخرى من ذاكرة الحياة. هذا المكان كله أبي غنم وواي بقرة وينادوا الجلالين وصيد الرجال مشواي وايش كل اربعه كبار يخلقوا رمى المجال فهمتي ورجال صفافير وحلوى فهمتي وكل شيء وماي فهمتي وشيء صيد كل ثاني تلاقي بكره يبيع ذيك الايام ولكن تولى تغير التشكيل الاربعه. كيف القوافي الأول كان؟ قوافي الجنة حيث العرصة هنا حيث العرصة وما السحر وما البشر وما الليمون وما الهب كل شيء هناك حيث العرصة هنا حيث دراجته حيث العرصة حيث دراجته هناك العرصة يخليها هناك القوافي الجنة يجي السحر ويجي البشر من عمان ويجي الليمون كل شيء الوردة هناك والبرضة هناك الوردة ما العشور بين غرب سوق الظلام وشرقه في مطرح تقوم الدنيا من الخامسة صباحا ولا تقعد إلا عند العاشرة ليلا مع قليل من الهدوء عند الظهيرة. في هذا الزحام تتنوع الأشياء المعروضة باستمرار، بائعون يقعدون على الأرض يعرضون أشياء مختلفة ومحلات مرتفعة عن مجرى الوادي ببضع درجات، فهذا سوق خور بنبا والذي يمثل العمود الفقري لسوق مطرح. إنه سوق زاخر تزدهر فيه مبادئ الاحترام كازدهار التراث، ويزدهر التاريخ التجاري في عظمة وبهاء. إنه الجمال التراثي الذي يجتذب الزوار والسواح إلى هذه المدينة الساحرة المفعمة بالكثير من عناصر المشاهدة والتأمل. أجواء أسطورية تستنشق فيها عبق البخور الظفاري الذي يعرضه صناعه بأنفسهم. في محلات مكشوفة ومرتفعة عن الأرض قليلا يمكنك مشاهدة الصرافين
وهم يتعاملون مع العملات العالمية بكل أمن واطمئنان في سوق يدخل القرن 21 بكل ثبات، محافظا على هويته وخصوصيته العمانية.